السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مسائي ومساءكم أيها الرفاق بكل خير، أحييكم في هذا اليوم الجميل من أيام عيد الفطر المبارك من قرية الحالمة بني زيد في محافظة رجال المع، حيث ننقل لكم هذا اليوم إن شاء الله فعاليات حفل قبيلة بني زيد بالعيد وافتتاح مركز النشاط الاجتماعي بقرى هذه تقع في مركز حسوة التابع لمحافظة رجال المع في جنوب المملكة العربية السعودية بين الجبال الشامخة تقبع ثا مثل ما أنتم شايفين في هذا المكان الجميل وفي هذه التظاهرة الجميلة بالشراكة والتعاون مع بلدية رجال المع. شكرا لكم. رحم الكرام الشيخ حسن محمد الفلهم، ايش رايك هذه المناسبة الجميلة؟ مناسبة والله جميلة، جميلة جدا، جميلة بهذا الاجتماع المبارك، جميلة بهذا العيد المبارك، جميلة بكل ما تعني، جميلة بديرتنا الخضراء الجميلة. شكرا لأبو بطل، شكرا لك جزاك الله شكرا. بيض الله وجهك يا شيخ علي على التجمع الجميل والرائع في حضور المثلم المشايخ القبائل ورؤساء المراكز وفي قدوم محافظ رجال المع. الله يبارك فيك ويجزيك خير. الله يكتب اجرك ولا يهينك. الشيخ عبد الله من جماعه الحيان والرئيس مركز النشاط الاجتماعي في ثا، اشكرك من القلب، انت الرجل الخفي اللي تعمل بالخفاء، جمل جميعا وبيض الله وجهك. وانا من قبلي اشكركم كل الشكر والتقدير ابو تركي وكل الاعلاميين وكل المشاركين. بالنسبه لكم انتم الاعلاميين، انتم الوجه المشرق لنا وانتم من ينقل عنا الصوره الحسنه، وهذا املنا بكم وشاكرين ومقدرين تعاونكم وبيض الله وجهكم. الله يبارك، تجمع جميل، شكرا. الله يطول عمرك، الله يكتب اجركم ووجودكم. الله يبارك. من دعوة الجماعة الرافعيين والحاضر يسد وينور على الغايب ما قبل من ظروف الحياة، نحن ملبين ومستقبلين معكم ضيوفكم ومضيوف للجميع، داعي الوصول الله يسلم الجميع. احد ابناء قبيله بني زيد عبد الله العلباني، كيف حالك؟ الله يمسيكم بالخير وكل سنه وانتم طيبين ان شاء الله. انت من اهل المقيم في جده؟ لا لا، في مكه. او في مكه نعم. والان جيت الله الله في هذا التجمع الجميل. اكيد لازم طيب. والله اجواء طيبه و فكره جميله جدا والله اللي صارت، واسال الله ان شاء الله انها تستمر باذن الله. باذن الله. شكرا يا ابو، يطول كل سنه وطيبين ان شاء الله. تشرفنا اليوم اللي ما يحب الظهور الاعلامي يعقوب فايا صاحب سناب المع، مرحبا انا. الله يخليك، شرفتنا وشكرا لحضورك. والشرف لي. الله يعطيك المسافه وصعوبتها الطريق، لكن هذا من طيبك وبيض الله وجهك. والشرف لي. الله يخليك، مرحبا اني شفتك وتعرفت عليك وقابلتك، وفرصه والله. الله يحييك. الله يخليك ان شاء الله ومشكور لك. شكرا لك يا الله يعطيك العافيه. ودعوتك يا شيخ ما نقطعها.
تنتج للدار من شرقية ذات إلى شمال. الإصلاح ألفينا ملبينا للدعوة ومشاركين في أفراحكم. أسأل الله العلي العظيم أن يديم علينا وعليكم الأمن والأمان والأفراح دائما. ولا يفوتني في هذا المقام وفي هذا المكان المبارك أن ننوه أن معنا من أبنائكم في أعضاء فرقة رجال ألمع من يحملون الوفاء معنا، وعلى رأسهم أخي وزميلي الأستاذ صالح بن سعيد آل محيط رئيس فرقة رجال ألمع. هذا الرجل الوفي مع زملائه فرقة رجال ألمع وبالأكيد مع قبيلته، فيجب علينا أن نقول للمحسن أحسنت. ومن هذا المكان وأعلنها أن فرقة رجال ألمع القلب النابض لمحافظة رجال ألمع بصفة خاصة ولمنطقة عسير بصفة عامة. ونسأل الله العلي العظيم أن يديم علينا وعليكم الأفراح داعي وصولنا وسلامة هذا الوجود. سلمون الله يحييكم، والله لا يهينكم، بيض الله وجيهكم، جمل الله أحوالكم، أنتم ترفعون الرأس، الله يكثر خيركم. لا خلاء ولا عدل، أعرف ارتباطاتكم والتزاماتكم، وبعضكم عنده مناسبة خاصة، ولما دعوناكم يا أكثرها يعتذر. استاذ عبد الله الله يمسيك بالخير. كيف شايف الترتيب والشغل ولا بيض الله وجيكم جميعا؟ انا احب الفلاشات ولا احب انا ادري والله الله يحييكم. مرحبا بك. الهمم عاليه، هو الشباب متحمسين والكل يريد التتميز حقيقه يعني. الله يوفقك ان شاء الله وشك السيعه مباركه. تسلم كثر خيرك ابو عبد الله. كيف حالك؟ طبعا ابو عبد الله من اكثر الناس اللي يتابعونا واللي يستفيدون من اعلاناتنا. الله يحفظك ان شاء الله. صراحه مجهودات طيبه ويشكرون عليها الاخوان. بيض الله وجيهكم. الله يعطيك العافيه. الجو طيب ما يحتاج. مرحبا. ورحم متابعينا الكرام بالاستاذ فهد بن عبد الله آل هادي نائب رئيس مركز النشاط الاجتماعي بكرثه. فهد، انتم من اول رمضان وانتم تعملون على قدم وساق، افتتحتوا هذا المركز في ايام معدوده وما لكم الا شهر، وما شاء الله الان في هذه التظاهره الجميله اللي الكل الان يشوفها. حياكم الله ابو تركي، اهلا وسهلا، شرفتونا واهلا وسهلا بكم. كل عام وانتم بخير والمتابعين الكرام. حقيقة الشغل على قدم الوساق من بداية شهر رمضان، والحمد لله الشغل على ما يرام كما ترى. إن شاء الله ختامها مسك في هذه الليلة بإذن الله تعالى. بإذن الله. ترتيب تشكرون عليه، أنت من الناس اللي تعملون طال عمرك في الخفاء وتعبتم وقدمتم صراحة الكثير، لكن بيض الله وجهك. الشكر لك طال عمرك، شرفتنا، الله يحفظك، الله يجزاكم خير. شكرا يا بعد. تسلم، الله يجزاك. هذا يا جماعة وزير المالية، حي الله الأخ عبد الله. الله يحفظك إن شاء الله. منور. الله يطول عمرك. منورتني في أبها ناو. والله أنت اللي منورنا وأنت اللي يعني مسعدة دائما. الله يحييك. الله يحفظك. وفرصة طيبة وأشكركم على هذا الشغل النظيف. الله يجزيك خير. الله يحفظك. ما نكمل بوجودكم. طيب نبغى نتفاهم أنا وأنت. ميزانية 2020 مع التحول إن شاء الله بإذن الله تجيب. الله أكبر. معي اثنين الشباب الجميلين. أحمد كيف حالك؟ طيب. أحمد بن علي بن أحمد آل سلطان. ونعم بك والله. كيف الحال؟ طيب الحمد لله. ايش رايك في الشغل اللي تحضر التكتيك؟ والله كل شيء كويس؟ ايوه. الله يسعدك. فرصة طيبة. لا زلنا في بعض الترتيبات. تركي بن خالد ابني الحبيب. كيف الترتيبات؟ كيف الشغل؟ كيف؟ كل شيء كويس؟ ولا نص نعم مضبوط؟ ايوه. يا الله يسعدك. الفيموس مان مشاهير السناب. سوينا نتحاكم في الموضوع. ايوه جالسين يحشون فيني يا جماعه الخير. هذا اثنين ويقولون انه عيد بار السناب. ندعم بعض ذات المشهوره بقوه. بسم الله ما شاء الله تبارك. كيف حالك؟ بسم الله ما شاء الله. كيف صرت الترتيب واحنا ترتيب والتجمع الجميل؟ تنسيق جميل واحتفاليه جميله. يعني كاول مره؟ كاول مره تعتبر ما شاء الله تبارك الله. قمه قمه قمه. وكذلك الفعاليات اللي يفتقدها القبائل على ان شاء الله تستمر، ترد الموروث وكذا وترد الناس الى الاوطان. الله يسعدك. انت يا ابو نواف. والله انا صراحه متفاجئ بصراحه.
لأنه سنين نتمنى مثل هذه الفعاليات، سنين نتمنى أن نجتمع وبالعدد يعني فعلا يعني ترى شيء جبار. ونشكر الشيخ علي ونشكر كل من فكر يعني صراحة في هذا الجمع، ونتمنى إن شاء الله أنها تكون بداية. يعطيك العافية ونور الله. شوفوا بالله الشيخ هذا كيف لابس الجنبية ومضبط نفسه وفرحان بالحفل العيد، فين جنبيتك؟ والله ما جبتها. الله يسعدك. ارحب يا جماعة الخير بهذا الرجل الجميل وهذا الزي الأجمل، بسم الله ما شاء الله، حياك الله يا أبو ماجد. الله يطول عمرك. إيش رأيك هذا التجمع الجميل؟ هذا التجمع عيد والله يا أبو ماجد إنك طويل، لازم أرفع الجوال. وخير وبركة. نشكر شيخنا الحياني والفريق اللي قايم معه، شاكر ومقدر لك أستاذ خالد أن شرفتونا في هالمكان. الله لا يحرمكم الاجر والثواب، وكل عام وانتم بخير يا رب. بس الله يتقبل منا ومنكم ويعطيك الصحه والعافيه. ام ماجد اخوكم عبد الله الرافعي. الله يحييك استاذ عبد الله الرافعي، نائب الرافعين، والله يكثر من امثالك وانت من الناس اللي نفتخر فيهم. الله يطول عمرك. ليش شرف طبعا. شكرا يا ابو ماجد. ابو يحيى يسعد مساك. مساك الله طول عمرك. عرفتوا يا جماعه حمسات رمضانيه نجم البرنامج صوت انت النجم. ايش رايك الشغل رائع جدا جدا جدا. الله يعطيكم العافيه. روعه وحقيقه انجاز وقت وجيز. وقت وجيز. نعم انا اقول لهم الافتتاح والشغل هذا كله في خلال شهر. افتتاح وتنظيم وترتيب واحتفاليه. بيض الله والجاي اكثر باذن الله. جزاك الله خير. كيف تستمر الامور هذه من افضل الافضل. شكرا ابو يحيى. في شوفكم تبرد روح المصايب المصاوب والذيب يطرب لا لقى له ذيابه. اقولها ترحيبه العز والطيب اللي حضر في موقعي مرحبا به. مرحبا بك. اسمع له تحية. يعطيك العافية. طيب نبغى مشاركة غيرها. يلا بطل. هدو 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 ارجع ورا ارجع ورا يلي تبي واصل. يلا يلا زودها كمل كمل. عدها من جديد. عدها 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 يلا. هدو 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 ارجع ورا ارجع ورا خلاص. هدو 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 ارجع ورا ارجع ورا يلي تبي راس ضرب. ايوه سي بصدرك اللي وطني على ولد يملنا. يا سلام. يعطيك العافيه. نسمع له تحيه. نسمع له تحيه. الملك سلمان يا ملك البلاد لا يهمك المخاصب والمعاد ترطم الغاوي بكف من حديده. الله نسمع له تحيه. ارحب يا ابو حسام من ابطالنا على الحد الجنوبي واحد افراد القبيله، وتشرف فيك في لقائك هذا اليوم في هذا الاحتفال المبارك. الشرف لنا ابو تركي. نبدا وجهك الله يبيض وجهكم منظمين واعلاميين، وعسى الله ينصر جنودنا المرابطين على الحدود. دعواتنا لهم دائما وابدا، فهم الان في رباط، ونسأل الله لهم التمكين وأن الله يحميهم من فوقهم وعن يمينهم وعن يسارهم ومن تحتهم ويسد على الله رميهم. آمين. يسأل الله العافية. آمين يا رب. كل سنة طيبين طيبين. احنا نسعد أبو تركي نفداك. نخلة. يا سلام. يلا نقول بسم الله. نخلة. ها نعديها لك المرة هذه. مشى مشى. يلا ذا المرة وهي نخلة. اسمك؟ اسمع تحية. ونسمع تحية كبيرة للبطل أوس مفرح. ونعم. طيب الآن عندنا اثنين كسبوا جوائز. يعطيك العافية. طيب كذا كذا كذا. طيب حاضر حاضر حاضر. بس كذا خير الثلاثة اللي قبل. حسن سوادي يسعد مساك. ومساك يا حبيبي. ايش الجمال هذا؟ الله يطول. حتى مع النور الاخضر جاي شكلك. الله يا اخي لا حاسن يحسن. الله يسعد مساكم جميع، ونتمنى من الجميع تفعيل هاشتاج حفل التراثه. يعطيكم العافيه. الان بنكتبها لكم تشوفون على الشاشه. يعطيكم العافيه. شكرا. لا والله
أبو أسامة يا مساء الورد. مساء النور. والله أنا من بعيد كذا حسيت الوقفتك هيبة، قلت لازم أخذ اللي معاها لقطة سريعة. شكرا لك. الله يحييك أبو أسامة، إيش رأيك هذا الشغل النظيف؟ ما شاء الله تبارك الله، نسأل الله أن الله يوفقكم ويوفق اللجنة جميعا رأسهم الشيخ علي والجميع المشاركين، وشكرا لكم، نسأل الله يتمم جهودكم بإذن الله تعالى. يعطيك الصحة والعافية، شرفتنا، الله يحييك، كل عام طيب، مساك الله بالخير طال عمرك، كل عام طيب إن شاء الله، والحضور الجميل هذا من الجميع صراحة شيء رائع صراحة. حقيقة نشكركم جميعا وعلى راسكم الشيخ علي شيخنا الحبيب عند القبائل كلهم، الله يطول عمره ان شاء الله، ونقول لكم العايدين كل سنه طيبين، بيض الله وجيهكم المنظمين جميعا، كثر الله خيركم مهما قلنا لانه فيكم حقكم، بيض الله والله يسعدكم دنيا. شكرا جزيلا لكم، كل عام وانتم طيبين، الصحه والعافيه. والان الاستعداد لتناول وجبه العشاء، وبعد العشاء يبدا حفل صراحه، تظاهر وتجمع جميل نفتقده والله، لكن ان شاء الله من الان ورايح سيستمر. ابغى نعين والله انا تقدم كذي كيف وش المشكله وش جابك كل شيء انا متوالي وش جابك العاده فايت وعين تقول لي ما هو معهم وافرح معهم وافرح معهم ماني رايق تعبان مواصل ليومين ابغى اقدم حفله الله يجزيك خير الى انت تواصل والله ان المواصلات في ارض الله والله لا يهون على ما ابغى انت غير يعني يا سبات انا النهار ومعاش انا الله الله الا قلبته هذا الله طيب انا اكلمك خل ذي اني اقدم في هذا يعني تتكل على وكلها تخرج فيه قلم ورقه قدم ما ادري هذا هنا وعلى كلها خلاص طيب ما هو ما قبصك هنا يوم انت رابطنا سمع سمع طيب با انت تسمع ايوه اسمع لكن اذا جاني اتصال ولا بعلمك بس انك باقي حديش ساين ما تاخذ هذا وتتروح يا عم هذه اذا حد اتصل ولا شيء خلني اقدم لك هذا ما هو بس ذي وز هذا وز في عندك الحوال الله هذا الجوال خلى الناس ما عاد يتواصلون الا ولو حتى ولو العزاء السلام عليكم ما شاء الله عزاكم والتلفون وصول وإلى قد فرح ولا عيد ولا مواصلة ما أدخل الناس يتواصلوا خلاص يا عم عادي ما هو وقتها مرة خلني أروح أقدم طيب اللبس هذا ما هو وتصفى تطلع تقدم بوني الله خلاص والله لا أنت وتقدم إلا قد لبست ثوب ولا لبست زينة ومحمى له وعوايدنا لازم والله يدورون غيرك ولا البس زي ما يبسرون أخر لطيفة لديك لازم أقدم مرة وارفع الخفاق أخضر يحمل النور المسطر رددي الله أكبر يا موطني موطني قد عشت فخر المسلم عاش الملك للعلم والوطن كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا أي ملكه وفي الأرض سلطانه وفي كل شيء حكمته وآيته جعل في الليل سراجا منيرا
وجعل النهار لعباده قوتا ومعاشا. سبحانك ربي ما أكرمك ما أعدلك ما أحكمك ما أكرمك، ما عبدناك ربي حق عبادتك. إليك ربي وإلا فلا تشد الركائب، ومنك وإلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. من خلقه ربه وجعله في الأرض سراجا منيرا، وفي السماء قدوة للأنبياء وإماما. أصحاب السعادة والريادة، أيها الحفل الكريم، في هذه اللحظات تتشكل في المكان درة مضيئة تشع بين جنبات هذه الجبال الشم، لتأخذ تنمية الإنسان والمكان نحو فضاء أرحب، تحقيقا للرؤية واستثمارا للطاقات، وتمشيا مع تعاليم شرعنا وتوجيهات قيادتنا الحكيمة. وليكون عيدنا أعيادا، فيظل النشاط الاجتماعي أساس البناء، أساس البناء المعرفي والمهاري. وحين تمت الموافقة الكريمة على إنشاء مركز النشاط الاجتماعي بثاه، استبشر الجميع خيرا بافتتاحه، ليقدم خدمات اجتماعية لأهالي قرى ثاه بني زيد. الآن أيها الأستاذ عايض بن أحمد آل أبو ناصر، أعمال مركز النشاط الاجتماعي بثاه التابع للجنة التنمية الاجتماعية في حسوة، فبسم الله وعلى بركة الله. يهتم بتفعيل البرامج والأنشطة الاجتماعية والثقافية والصحية والمهنية والترفيهية والسياحية والفنية والرياضية التي تخدم الكبار والشباب والصغار من الذكور والإناث، وتساعدهم في شغل أوقات فراغهم بما يعود عليهم وعلى المجتمع بالفائدة. ويسهم هذا المركز في تنمية مواهبهم وطاقاتهم وقدراتهم نحو الأفضل وفق الإمكانيات المتاحة والمتوفرة اجتماعيا وماديا حسب الأنظمة والتعليمات. شكرا لمن بذل وعمل وسعى وأسس، شكرا لرجال شعروا بواجبهم تجاه مجتمعهم وآمنوا واستشعروا أمانة العمل التطوعي وبركته ودوره المهم. وفي مقدمتهم رئيس وأعضاء مركز النشاط الاجتماعي بثاه، ولهم بهذه المناسبة كلمة يقدمها نيابة عنهم نائب رئيس المركز الأستاذ فهد بن عبد الله الهادي، فليتقدم مشكورا. هم الغمام وما غنى الحمام المطرب، فلك الحمد ربي حمدا يكافئ نعمك. وأثني على من أتدري من أبجله، أما علمت بمن أهديته كلمي، في أشجع الناس قلبا غير منتقمي، وأصدق الخلق برا غير متهمي. أصفى من الشمس في نطق وموعظة، أمضى من السيف في حكم وفي حكم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. وبعد، أيها الحفل البهيج، باسمي ونيابة عن زملائي أعضاء مركز النشاط الاجتماعي بقرى ثاه نرحب بكم، فعليكم سلام الله من تحية ومن كل غيث صادق البرق والرعد. وأهلا وسهلا بكم يا ضيوفا شرياما، وقراثات بالورد تحيي زائريها الشهم حبا واحتراما. يا كرام الخطو طبتم وخطاكم، يقف الشعر إذا رام كراما، فمرحبا ألف بكم جميعا. أهلا وسهلا بأيام الفرح والسرور، أهلا وسهلا بأيام البهجة عنوانها والاجتماع شعورها.
ذا شل سبع وسبع راضي لا تقدمني لك إلا أنت راضي ظن ما بعده رضا والصلاة على نبي الله محمد ما يسبح راعد النول محمد في بعيدات الجنوب بعدها أبتدي الترحيب على الراعي المكاني شيخنا سماح ميلات الزماني شيخ جعلا يسلم قلت يا أبو فادع قلت يا أبو فادع الراعي المكاني قلت يا أبو فادع شيخ القبيلة أرحب إن جيت كتر ما هي قليلة جيت تحسب لنا واثني الترحيب عن حاضر وغايب من بني زيد الغواصبين وشايب بالمشايخ كلهم واسم مركز تنميتنا الاجتماع باسم الثاء ثات من بين القراج سرمعينا تربط بلاد السارات مع المعينة تعتبر حلقة وصل من زمان فات ننقل ما سمعنا من كبار السن من في مجتمعنا غير تاريخ كتب في زمان الحرب والخيل المغيرة دونها سور من الباشة وغيره يوم خلق الله تبات عين لم تنبه وعين في نباها حي يا جربا وحي الله نباها والقرى فيها مثل اختصرت القول في منظوم دما لن اختصرت القول في منظوم دما لن ورث اجدادنا ما شي دمه دامت الدم اساس ليت ان الصوت يدعمني شويه احترام الكبير وإعانة الضعيف ورعاية حقوق الجار وقد أصبحنا نفتقد هذه الصفات في المدينة ورثة هي الهروب من قيود الحضارة للاستمتاع بنعم الشمس والهواء والليل والنجوم والقمر وهي ملاذا من الصخب والضوضاء والتلوث يتجاور فيها الجميع دون حواجز ليعيشوا معا في هناء وصفاء جنبا إلى جنب وقد يكون أهلها ودعوا القناعة وفارقوا الوداعة فبعضهم هجرها إلى المدينة وقد استبدلوا صعوبة طرقها بالراحة والطمأنينة وبعضهم مكثوا فيها وبعضهم أراد أن يجعلها مدينة صغيرة فاستبدلوا البنيان والبيوت بالدور والعمائر وبعضهم حولوا خضرتها أحجارا وجعلوا من نجيب ومن الغرب حورة قيس والمرار مناخها معتدل صيفا يميل إلى البرودة شتاء أما أمطارها فهي متوسطة طوال فصول السنة يسكنها عدد من العشائر وهم آل حيان وآل الملك العرافجة وآل النصب آل الرويعي وآل مسلمة المحرقة والمشمطة في قراثة مركز صحي له ما يقارب 57 عاما حيث تم افتتاحه عام 1382 للهجرة وكذلك في ثاه مدرسة الرسالة والتي تعد أول مدرسة في مركز حسوة وثالث مدرسة على مستوى محافظة رجال ألمع حيث تم افتتاحها في العام 1386 للهجرة وفي ثاه أيضا مدرسة للبنات أيها الأحبة أيها الحفل الكريم مبادرتان مميزتان تنطلق في هذا اليوم الجميل الأولى تبرع أحد فاعلي الخير بزراعة 1000 شجرة سدر بثاه بالتعاون مع مشتر الحياني وكذلك وصل عدد المتطوعين في مركز النشاط الاجتماعي بثاه إلى 60 متطوعا المبادرة الثانية حيث يسر مخيمات العائلة بالجوز لصاحبها محمد عبد الله شعبان على طريق السودة أن تقدم يوما مفتوحا تستضيف فيه بالمجان شيخ القبيلة والرئيس وأعضاء المركز وكل من كان له جهد في إقامة هذا الحفل الكريم حفلنا الكريم ومنارة القادمين إلى ساحات الصفوف شاعر من أبناء قبيلة بني زيد صدح للحياة لحنا وللشيمة قيمة كتب للدين والوطن
والمنطقة والقبيلة. الشاعر محمد يحيى جابر له قصيدة في هذا المساء، حيث يقول في مطلعها: يا من تعلى واعتلى فوق الملا فوق الملا، من في يده رفع البلا، رب عظيم عزته رافع سماه بلا عمد، حي النبا يهل النبا يا مرحبا يا مرحبا، وشيوخنا حد الشبا وضيوفنا قوم الوفا، يا بحر له جزر ومد. فليتفضل الشاعر محمد جابر مشكورا. أسعد الله مساكم جميعا. يا من تعلى واعتلى فوق الملا فوق الملا، من في يده رفع البلا، رب عظيم عزته رافع سماه بلا عمد، حي النبا يا أهل النبا يا مرحبا يا مرحبا، وشيوخنا حد الشبا وضيوفنا قوم الوفا، يا بحر له جزر ومد. عني وعن زيد الغوا يقدم بها شيخ النوى، نوى يجم الناس سوا ما هي غريبة، يا علي يا شيخ في فعله صمد، والخير في نوابنا وأحبابنا وأصحابنا، كل القبيلة بابنا للنور والفعل السوي دائم. بلدية وسعادة الأستاذ إبراهيم مدير التعليم وتواجدونا في هذا المساء، فهذه هذا هو موضوع المبادرة، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم السداد والتوفيق. أيها الحفل الكريم، قبل أن ننتقل إلى فقرتنا التالية، معنا في هذا المساء أستاذ قدير شابت لحيته في التعليم، احدودب ظهره ودخل إلى التعليم وهو يحمل لحية سوداء، وبعد 36 من الأعوام ترجل الفارس. بعد أن كان مديرا للتعليم في محافظة رجال ألمع، ثم مديرا للتعليم في محافظة محاء العسير، الأستاذ هاشم بن علي بن عبد الله الحياني. شباب نذروا حياتهم للوطن وأصيبوا على حدود الوطن وهم يدافعون عن ترابه ومقدساته وأرضه، فلهم جميعا من الجميع الشكر والتقدير، ولعلي أستأذن منهم أن يصعدوا إلى هذه المنصة لكي تحييهم جميعا لأنهم يستحقون التحية والتقدير. بسم الله الرحمن وصل. جزاك الله خير جميعا، شكرا لكم، شكرا لكم يا اخوان، شكرا شكرا، يستحقون يستحقون يستحقون. شكرا لكم، شكرا لكم أيها الأوفياء، شكرا لكم، هم يستحقون الوقوف. أنتم تستحقون وقوفهم وتحيتهم لكم، وهم أنتم قدمتم أنفسكم. نعم، كان هناك إنجاد لبعض المصابين من الزملاء في ميدان الشرف والبطولة، وتم إنقاذ بفضل الله سبحانه وتعالى، ونحن تحت واب للنار، فلله الحمد والمنة. جزاك الله خير، جزاك الله خير، شكرا يا إبراهيم. ترقيتين، كل ترقية بعد الإصابة تستاهل كل خير يا أخ عبد الله، جزاك الله خير. يحيى إبراهيم علاج. الأخ يحيى إبراهيم علاج، كانت إصابتك في إيش يا أخ يحيى؟ سقوط أثناء مهمة عسكرية. سقوط أثناء المهمة العسكرية، بيض الله وجهك، بيض الله وجهك. والد الرقيب فهد محمد يحيى. طبعا هذا الاخ محمد والد الرقيب فهد
الابن المصاب في الجبهة. تفضل يا أخوي. كان إصابة الأخ فهد؟ كان إصابته أثناء الرقبة. أسأل الله أن يعطيه الصحة والعافية ولا يكون مكروه. عبد الله ولد علي سعيد آل طالع. ونعم ونعم فيك والله يرحم الوالد ويغفر له إن شاء الله. كان إصابتكم يا أخ عبد الله؟ مقذوف معادي. مقذوف معادي، أسأل الله لك الصحة والعافية إن شاء الله. المصاب رياض جابر أحمد الحميصي. ونعم. إصابة طال عمرك شظايا، انفجار مقذوف، والله الحمد والشكر. الحمد لله رب العالمين على السلامة، وترجعون لموادين ميدان الشرف بإذن الله. سيري. نعم يا خالد. نعم حالك. إصابتك الله يحفظك خالد. ثقب لدن وحرب في الساعد اليسار. كيف وضعك الآن؟ طيب الحمد لله. الله يعطيك الصحة والعافية. والد علي حسن أحمد الحياني. الله يحييك أبو علي. كيف وضع علي الآن؟ طيب الحمد لله. إصابته كانت في إيش يا عم حسن؟ إصابته في يده اليسار. الله يعطيه الصحة والعافية ولا يريك مكروه إن شاء الله. أسأل الله الصحة والعافية. عليكم السلام ورحمة الله. كلنا فداء للوطن بلا شك، كبير وصغير وشيبان وشباب، كلنا فداء للوطن. الابن كانت إصابته في رجله اليمنى الفخذ، والحمد لله طيب، وهو الآن في عمله ويمارس عمله طبيعي ولله الحمد. الله يعطيهم الصحة والعافية. شكرا لكم أيها الأبطال، شكرا لكم أيها الأبطال. نعم والله يستحقون. المملكة العربية السعودية بالخير والنماء والأمن والاستقرار في ظل قيادتنا الراشدة لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو نائبه الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله ورعاهم وأمدهم بعونه وتوفيقه وتأييده، إنه على كل شيء قدير. من هذا المكان الطيب المبارك ننقل أسماء آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي أمير المنطقة الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز وسمو نائبه الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، اللذين يوليان المنطقة كل عناية واهتمام، ونسأل الله جل وعلا لهم العون والتوفيق، إنه على كل شيء قدير. هذه الليلة ليلة عيد وخير وبركة. العيد عيد الوطن، أن يديم الله جل وعلا على هذه البلاد أمنها نوابا وأعيانا وأفرادا على هذه الجهود الخيرة المباركة التي بذلوها في هذا المساء السعيد المبارك، وأتحفونا بهذا الليل الماتع، ووجوه طيبة نيرة رأيناها والتقينا وإياها، شكرا لهم من الأعماق، وقد بذلوا جهدا يعجز الوصف عن شكره وتقديره. شكرا للإدارات الحكومية التي ساهمت وتعاونت وبذلت جهودا موفقة خيرة في إخراج هذه الفعالية المباركة إلى ما خرجت به. نخص بالذكر والشكر سعادة رئيس البلدية الأستاذ سعيد بن حافظ وزملائه في تلك الإدارة الخدمية الموفقة على هذه الخدمات التي قدمت لهذا المرفق، ونرجو لهم العون والتوفيق. إدارة التعليمات التعليمية، الإدارة التعليمية، إدارة التعليم. عاد عيد
الملك والشعب السعودي عاد عيد الدار والفرحة تعود كل عيد في سلام والملك سلمان يهنى في بلاده والملك سلمان يهنى في بلاده تحت ظل ملوكنا عشنا سعادة من شمال إلى جنوب يا ولي العهد لك نعقد ولانا يا ولي العهد لك نعقد ولانا بيعة لك في الرقاب وفي دمانا بيعة ما تنقضي والشيوخ الحاضرين أهل الرشادي والشيوخ الحاضرين أهل الرشادي نورنا وامن واميس المقادي حضرا والغايب وحضورنا من كل ناحية سلام للعشر القبائل وشيوخنا الروس الدلائل وحضورنا من كل ناحية حسوا بلاد الجد الأولي حسوا بلاد الجد الأولي ديرة بني بكر بن وائلي وحلال قيس ومجوانية حسوا بلاد الجد الأولي ديرة بني بكر بن وائلي وحلال قيس ومجوانية ابن مسعود وجونيا وداعية زيدي وصلابي قال ابن هادي حسوات الخضراء أربع قبائل ما لا وشرى قيس بن مسعود وجونيا وداعية زيدي وصلابي